الخواجة بيجو ابن الزقازيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. في الفيديو ده هكلمكم عن الخواجة بيجو اللي هو بطل من أبطال ساعة لقلبك. بس في أول الفيديو كده أتمنى إن اللي يشوف قناتي أول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد، ومتنسوش لو عجبكم الفيديو لايك ومشاركة للفيديو. الفنان محمد فؤاد أمين راتب، الممثل ومدير العلاقات العامة الخواجة بيجو، واحد من ألمع نجوم وبرنامج فرقة ساعة لقلبك اللي هي أسعدتنا جميعا. هو صاحب تلك الشخصية اللي ضحكتنا جميعا، وربما كان البعض يظن أن اللي بيؤديها هو خواجة حقيقي أو أنه ممثل يوناني الجنسية، ولكن في الحقيقة أن صاحب هذه الشخصية الشهير هو فنان مصري اسمه محمد فؤاد أمين راتب، وهو عمره ما راح اليونان أبدا في حياته، وطغى اسم الخواجة بيجو على اسمه الحقيقي، فلم حد يعني لم يعد يتذكر اسمه الا ناس يعني القليلين، ربما لانه لم يتخلى عن شخصية الخواجة بيجو الا نادر. والعجيب ان تضارب المعلومات المنشورة عن تاريخ ميلاده، في ناس بتقول ان هو من مواليد اول مايو سنة 1930، وفي ناس تانية قالت ان هو 2 يناير من نفس العام، وفي ناس قالت ان هو من 15 يناير من نفس العام. لما جم عملوا لقاء مع السيدة فتحية الصاوي أرملة الفنان فؤاد راتب في حوار لها مع جريدة النهار الكويتية تم نشره في يوم 8 أغسطس سنة 2011، ذكرت في ان الفنان محمد فؤاد أمين راتب ولد في الزقازيق في يوم 5 يناير 1930. محمد فؤاد أمين راتب الشهير باسم الخواجة بيجو اتخرج في كلية التجارة، ثم حصل على دراسات عليا في التخطيط والإحصاء، وهو ما يعادل ماجستير في العلاقات العامة، وقد التحق في بداية حياته للعمل بمصنع لتعبئة الشاي والصابون، ثم عمل باتحاد الصناعة المصرية وتدرج بالوظائف فيه حتى أصبح مدير إداري للعلاقات العامة بالاتحاد. وفي سنة 59 قام بعمل تخطيط إحصائي كامل لاحتياجات الصناعة في مصر وسوريا أثناء الوحدة بين البلدين، كما عمل مدير للعلاقات العامة بالهيئة الأسيوية الأفريقية للشؤون الاقتصادية. المعروف أن الخواجة بيجو كان من نجوم برنامج ساعة لقلبك المشهورين، وحازت فرقته مع أبو لمعة إعجاب الكتير، حيث كان يثير الضحكات خصوصا حين ينطق اسمه بيجو، مسفريتو، كاتليانو، باستانو، أرسيانو، جاند، وفالو، كوكاج، باولو، باستاولو، باولو، فينو، بيجو. وكان بيقوله دوما وبيختمه في حفلات وحلقات شهر رمضان بلقب دكتور فانسوا. واشتهر بيجو بقوله يا اخواني ويا النفوخ بتاع الأنا، كما اشتهر بصورته وصراخه حينما يسمع فشل صديقه ورفيقه الدائم ابو لمعة الاصلي اللي انا عملت لكم فيديو فيه، وهتلاقوه فوق في علامة الاي. بيتكلم عن الفنان ابو لمعة الاصلي. الخواجة بيجو تزوج سنة 1957، وفي يوم ده يوم زواجه المأذون رفض ان هو يعقد القران حتى يتأكد من هو مصري ومسلم بالفعل، لان عروسته مسلمة، وذلك لانه كان يعتقد انه خواجة يوناني بالفعل وليس مصري، وخصوصا لانه في نفس اليوم الصبح نشرت احدى الجرائد خبر بيقول اليوم فرح الخواجة بيجو والدعوة عامة. وسافر الفنان محمد فؤاد امين راتب الشهير بلقب الخواجة بيجو الى الكويت سنة 1968، وهناك تولى إدارة العلاقات العامة بشركة الأسمدة الكويتية لمدة 4 سنين، ثم التحق بعدها بالعمل في التلفزيون الكويتي كممثل ومعد للبرامج. قد أصيب الفنان محمد فؤاد أمين راتب بالشلل النصفي في سنة 1975، وظل بالكويت لمدة 3 سنين بيقوم بالإعداد للبرامج والتمثيل وهو مريض. بعدها رجع للقاهرة، وللأسف لم يجد من يهتم به أو يسأل عنه أثناء فترة مرضه إلا الفنان فؤاد المهندس والفنان محمد عوض وعدد قليل من زملائه، وكانت وفاته في يوم 18 يونيو 1986.
الفنان محمد فؤاد امين راتب، وفي الصوره اللي انتم شايفينها قدامكم دي هو وزوجته السيده فتحيه الصاوي وابنهم اشرف. طبعا ده كده الفيديو خلص. لو عجبكم الفيديو لايك ومشاركه للفيديو، ولو اللي شفتوا قناتي اول مره اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتدعموني. شكرا لكم اصدقائي الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.